اهلا بكم طلابي الاعزاء، والنهارده هناخد درس جديد، ودرسنا النهارده هيتكلم عن جمهورية المانيا. تعالوا بينا نتكلم على الموقع الفلكي والجغرافي لألمانيا. فأين تقع جمهورية المانيا؟ تقع بين دائرتي عرض 47.30 درجة إلى 55 شمالا، وبين خطي طول من 6 إلى 14.30 درجة 30 من 100 شرقا. يحدها من الشمال بحر الشمال والدنمارك والبحر البلطي، يحدها من الجنوب النمسا وسويسرا، ومن الشرق بولندا والتشيك، ومن الغرب فرنسا ولوكسمبورغ ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا. أما الساحل البحري فتقع أمامه بعض الجزر تعرف بجزر الفريزيا. أكبرها جزيرة فريزيا الغربية، ومساحتها 357,000 كيلومتر مربع. أما بالنسبة للتضاريس، فتتنوع التضاريس في ألمانيا لأن سطحها يتكون من السهل الألماني الشمالي والمرتفعات الوسطى وجبال الألب. السهل الألماني الشمالي يعتبر من أكبر الأقاليم في ألمانيا، وهو جزء من السهل الأوروبي العظيم. أهم ما يميزه أنه يبدأ في الشمال بالسهول الساحلية، لا يزيد ارتفاعه في جميع نواحيه عن 250 متر فوق سطح البحر. تجري خلاله الأنهار وتصب في بحر الشمال والبحر البلطي والألب والراين وفيزر. تنتشر المستنقعات والكثبان الرملية على قرب الساحل، وهو من المناطق الاقتصادية. تاني حاجة المرتفعات الوسطى، فهي عبارة عن هضاب متقطعة تفصل بينها ظهور خصبة تجري فيها أنهار تتجه نحو الشمال وتمتد وسط أراضي زراعية خصبة. تغطي هذه الهضاب بالغابات الصنوبرية وتكسر بها التلال والينابيع المائية التي تعد مناطق السياح. ثالثا جبال الألب، هي جزء من جبال الألب الأوروبية، توجد بها أعلى القمم الجبلية بألمانيا بارتفاع يبلغ 3000 متر. تكسو قممها غطاءات الجليد، وعلى منحدراتها الغابات الأخروتية. تقطع الأدوية هذه الجبال وتتجه نحو الشمال باتجاه المناطق الأقل ارتفاعا، وتنتهي نحو بحر الشمال والبحر البلطي. أما المناخ في ألمانيا، ففي فصل الصيف معتدل مع سقوط أمطار، وتزداد درجة الحرارة بالاتجاه نحو الشرق. في فصل الشتاء تنخفض فيه درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الداخل وعلى المرتفعات مع سقوط الثلوج. طب إيه هي أهم الغابات بها؟ الغابات النفطية، وهي من أهم أشجارها البرلوت والزان، والغابات الصنوبرية من أهم أشجارها الصنوبر والسلو، وتوجد في مناطق الجبال والهضاب، والغابات الصنوبرية مصدرا هاما للأخشاب. الحشائش تنتشر في مساحات واسعة، خاصة السهل الساحلي وجوانب المرتفعات، ويتم فيها رعي الماشية والأغنام وحيوانات أخرى. أما بالنسبة للسكان، فيبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة، وهي من أكبر الدول الأوروبية سكانا في دول الاتحاد الأوروبي. طب إيه هي أنواع السكان؟ عندنا بينقسموا إلى الألمان، وهم الأغلبية الساحقة من السكان وعددهم حوالي 75 مليونا. المهاجرون يشكلون نسبة 9% من السكان، ومعظمهم من اليونان وإيطاليا وتركيا، ويتركزون في المناطق الصناعية. طب هي مناطق تركز السكان؟ المناطق الصناعية مثل إقليم الروهر، الأودية وعلى جوانب الأنهار، والمدن الكبرى مثل مدينة برلين وهامبورغ. يتركز السكان في هذه المناطق للأسباب الآتية: توافر فرص العمل ووجود الأراضي الزراعية الخصبة. هنتكلم دلوقتي عن المحاصيل الغذائية. فتعددت الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا ووصلت إلى مركزها أو إلى مركز متقدم جدا على المستوى العالمي في جميع المجالات الاقتصادية. من أهم هذه الأنشطة الزراعة، يعمل بها نحو 3% من القوى العاملة. ثانيا بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة. هنتكلم عن المحاصيل. أول محصول عندنا هو القمح، يزرع بالسهل الشمالي في الأودية النهرية، وتنتج منه سنويا نحو 20 مليون طن. يزرع الشعير والبنجر، السكري والخضروات والفاكهة المختلفة. بالنسبة للنشاط الحيواني، فتربى المشاة والخنازير والأغنام لإنتاج اللحوم والألبان. ترعى في مناطق الحشائش على السهول وعلى جوانب المرتفعات، ويتم تربيتها في حظائر بأساليب علمية متطورة. أهم الصناعات في ألمانيا صناعة الحديد والصلب، والسيارات والمنسوجات، والسفن والبلاستيك، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
أهم المدن الموجودة في ألمانيا برلين، وهي عاصمة ألمانيا السياسية للدولة، وعدد سكانها 3.3 مليون نسمة. ميونخ هي عاصمة إقليم بافاريا جنوب ألمانيا، وثالث أكبر مدن ألمانيا من حيث عدد السكان، عددهم 2.2 مليون نسمة، وأغنى مدن ألمانيا وأقوى اقتصادا، ويوجد بها مقر عدد من الشركات والمصانع الألمانية المهمة، أهمها شركة بي إم دبليو للسيارات. هامبورغ هي أهم مواني ألمانيا، وهي قريبة من بحر الشمال بحوالي 120 كيلومتر، وعدد سكانها 2 مليون نسمة. بالنسبة للعلاقات المصرية الألمانية، فتوجد علاقات ثقافية وعلمية بين مصر وألمانيا، وهي تمويل ألمانيا لمحطات توليد الكهرباء من الرياح في مصر. هيئة التبادل العلمي الألمانية ومشروع مبارك كول للتعليم الفني والجامعة الألمانية بالقاهرة ومعهد الآثار الألماني، وبتستورد مصر من ألمانيا الصناعات الكيماوية والآلات والسيارات، وتصدر مصر إلى ألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس وغيرها. كده نكون انتهينا من درس النهاردة، وتعرفنا على الموقع الجغرافي الفلكي والجغرافي لجمهورية ألمانيا، مناطق النبات والحيوان في ألمانيا، وعرفنا الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية في ألمانيا، وأهم المدن في ألمانيا، والعلاقات المصرية الألمانية. وتعالوا بينا نحل شوية تدريبات أجب عن الأسئلة الآتية: ما العوامل التي ساعدت على تطور الصناعة الألمانية؟ توافر المواد الخام كالفحم والحديد، ووجود شبكة متقدمة للنقل والمواصلات بأنواعها، تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية، توافر المراكز العلمية المتقدمة. السؤال بعد كده بيقول لي: اذكر أهم الأنهار التي تجري داخل الأراضي الألمانية. الألب وفيزر والراين والدانوب. أكمل العبارة التالية: يحد ألمانيا من الشمال بحر البلطي والشمال والدنمارك والنمسا وسويسرا. تغطي الغابات 30% من مساحة ألمانيا، وأهمها الغابات النفطية. من أهم أشجارها البلوط والزان والغابات الصنوبرية. أهم الصناعات الألمانية صناعة الحديد والصلب والسيارات. بما تفسر تركز السكان في إقليم الرور في ألمانيا لوجود المناطق الصناعية الكبرى بها؟ السؤال بعد كده بيقول لي: تعدد الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا بسبب توافر الزراعة والصناعة. تعد المرتفعات الوسطى في ألمانيا مناطق لجذب السياح، لأنها تكثر بها التلال والينابيع المائية. انكماش مساحة الغابات في ألمانيا بسبب إحلال الزراعة وحل محلها توسع المدن. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة. معنا فهمنا تعلم ببساطة.